فهل هذه الأحاديث صحيحة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الحدود: ما تقولون في السرقة؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هي فاحشة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. الذي أعرف أن هذا أثر يقال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، ولا أدري هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من كلام بعض العلماء. المهم أن صيغته هكذا: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، يعني ينقرها نقرا ولا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها.